مصر 2001، عندي 17 سنة، عايش معظم حياتي برا مصر. أنا عارف في كندا دلوقتي، أنا كندي ومصري، بلعب كمهاجم بس بلعب كمان ساعات تحت المهاجم أو على الناحية الشمال. الحمد لله عملت أول معسكر مع منتخب الناشئين تحت كابتن ربيع ياسين، وإن شاء الله إن شاء الله هلعب مع الفيرست تيم أكبر. أنا مصري قبل كندي، مصر في قلبي، أنا بحب مصر أكتر من كل حاجة. وإن شاء الله استنوا وأنا إن شاء الله هلعب في منتخب مصر.